عليكم خوتي خواتاتي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم البقوله او الخبيزه، كل واحد وكيفاش كيسميها. ما عليناش، انا عندي هنا جوج قبطات ديال الخبيزه، من بعد ما غسلتهم ونقيتهم، اللي هي هذه الخبيزه، ها هي كيف تشوفوا، نقيه ناشفه مغسوله مزيان. عندي كميه مهمه ديال القزبر والمعدنوس، جوج معالق ديال الهريسه، هذه اللي كنت صايبت لها محرج بزاف ما تخافوش. هنا عندي جوج معالق ديال الكمون، جوج ديال البابريكا، وحده ديال الابزار، ومعلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الخرقوم بلدي. عندي الزيتون مقطع، انا كندير الزيتون مقطع والزيتون صحيح. هنا عندي ضريس كبير ديال الثومه اللي هو هذا، وعندي الحامض صحيح، هذا الحامض اللي كنت وجدت، هذا المرقد ماشي مصير، هي هذه حتى هي مقطوعه طريفات صغار. خليكم معنا خوتي غنوريكم الطريقه ديال التحضير. دابا ان شاء الله غادي ندير معها، باش نديرها تفور غندير هاد الطريفات ديال الحامض هنا معها، غندير الضريسات ديال الثومه حتى هما يفوروا، غندير القزبر والمعدنوس حتى هما هنا، هادو هما اللي غادي نديرهم دابا يتبخروا، هادشي الاخر حتى تبخر ليا الخبيزه ديالي مزيان، عاد اش غنكمل معكم ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديالي. هنا ان شاء الله غادي نديرها في الكسكاس، هنا مازال ما درتيش الماء؟ لا، هنا ان شاء الله غنديرها في الكسكاس باش تفور، غنخليها المده ديال نص ساعه على حسب الخبيزه، غير طيب ليا الخبيزه صافي ان شاء الله، وغادي نكمل معكم التوجات ديالها. قطعه طريفات رقاق، هاد المرقده هاكا طريفات رقيقين هكا، ملي غادي نطيب الخبيزه ديالي راه غادي ندير فيها هاد العطيريه كلها، ندير في الميله غادي نقاد ان شاء الله، نبقى نشحرها وندير معها زيت العود، راه نسيت قبيله ما قلتهاش لكم، غندير معها شويه ديال زيت العود وصافي. ملي توجد ان شاء الله غادي نوريها لكم خوتي. بسم الله على بركه الله. انتما خوتي من بعد ما تبخرات هي فورتها مزيان، غنحيد هاد الطريفات ديال الحامض اللي كنت درت، هما الثومه بطبيعه الحال راه طابت مزيان حتى دابت، فينا هي الثومه، ها هي الشوها طابت مزيان. دابا غنصوصو هنا، غنستعمل يديا هنا مزيان، غنحيدو هاد البريمه هاد الكسيكس ديالنا. غندير دابا هاد الطيريه كلها اللي قلت لكم، غندير الحامض عفوا غندير الهريسه عفوا الهريسه، غندير الحامض وغندير الزيتون طبعا بعد ما غسلته وحطيته، غندير الزيت البلديه زيت العود، هي زيت العود، وغادي نرد كل شيء فوق البوطه هنا باش نحرك هادشي كله، وغادي نسد عليهم حتى يندمج هادشي كله ان شاء الله، ونشوفوا النهايه ديالنا. النهايه ديالنا اختي الطبق ديالنا، النهايه ديالنا باسك لينا اختي، ما تديش عليا النهايه ديال البقوله ديالنا ديال الخبيزه ديالنا، عفا الخبيزه هاكا حبيباتي، هاكا الحبيبات ديالي، كون يقين غتجي لذيذة وزوينة، ما شهيتكم فيها، خيركم في داركم. البس نديرو هكا للمبتدئات، وما تنساوناش خوتي مبارطاج جيم سبسكرايب كومنتير، الله يرضي بارطاجيو مع صحابكم، وكيف دائما كنقولو إلا بغيتو شي حاجة مرحبا عليكم بالكومنتير.